هذيك اللي طرح هذا الموضوع اللي كثر عليه في الحلول القناه. قلت لك السيد الرئيس غادي نجاوب وغادي نوضح على الاتهامات اللي عطاني السيمون بخصوص هذيك الزئه ديال المسك، هذيك ديال مجموعه ديال الشباب مستثمرين ديال المدينه وقطاع بلدي، عندهم ثلاثه لوتيسمان بثلاثه واقفين، كان عندهم مشكل في التزئه ديال المسك، كان عندهم مشكل في المحكمه اللي على الاطر ديالو وقفوا حتى 3 سنين وزياده على اللي تخافوا، كانوا بداو في الخدمه وما كملوش، جاو عرضوا الملف ديالهم على الجماعه بان فعلا كان عندهم مشكل توقفت الاشغال، وفعلا بان كاينه واحد الدوليه وزاريه كتاخذ بعين الاعتبار هذه الطلبات. حنا لهم طلب ديالهم على السيد عامل، السيد عامل تفاعل مع الطلب ديالهم وعقد واحد اللجنه اقليميه اللي كيترأسها السيد عامل وفيها الوكاله الحضاريه وفيها الجماعه. هذه اللجنه اعطتهم التمديد بناء على هذاك المحضر اللي تعطى فيه التمديد اللي انعقدت اللجنه، كنتاكد كيترأسها السيد عامل بناء على دوريه ديال السيد وزير الداخليه، طلبوا منا استئناف الاشغال، اعطيناهم استئناف الاشغال. يعني انا ما حيدت لهم لا الاطبي، ما عطيتهم صلاحيه باش يخلصوا ولا ما يخلصوش، ما دخلتش معاهم في الموضوع نهائيا. لان اذا بغينا نسولوهم على الضريبه على الاراضي الغير المبنيه خاصنا حتى يجيو يبغيو لا ريسيبسيون بروفيزوار، عاد نقولوا لهم غادي نحاسبوا معاكم باش كتسالوكم ولا ما كتسالوكمش. وكنبغي نقول للسي مراد اللي كيقول لك بانه كيبات في الزنقه في مراكش، اللي كيبات في الزنقه ما كيخلصش انخراط ديال 10000 درهم اولمبي باش ما تجيش تضحك علينا هنايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.